السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ مع إيبونتو ديسكتوب. أول شاشة هنشوفها مع بعض هي شاشة اللوجن، واللوجن هيبدأ معانا باليوزر اللي احنا سجلناه أثناء الانستليشن اللي هو ايتاك. بمجرد ما هضغط عليه هيطلب مني الباسورد الخاص بيه. هنكتب الباسورد admin 1 ونضغط انتر. بمجرد ما فتح بونتو 20.04 هيبان عندنا ديسكتوب موجود عليها باك جراوند، ودي بشكل التميمة الخاصة بالفيرجن الجديد. عندنا كمان شوية ايكونز موجودة في اقصى اليمين واستخدمناها عشان نقدر نعمل لوج اوت، وده خاصة بالباور. وعندنا كمان الساوند والناتورك واللانجوج، لانجوج سويتش اقدر ان انا سويتش منه اللغة اللي انا محتاجها طبعا بناء على اللي انا عملت له انستليشن. هنلاحظ في النص هنا في الديت اند تايم، في الاخر خالص في حاجه اسمها اكتيفيتيز، ودي هتبان معانا في الشغل واحنا شغالين. يعني انا لو فاتح ساي مثلا ايتاك، وده الفولدر الخاص باليوزر بتاعي اللي هو ايتاك، هنلاحظ انه فتحه. هنفتح كمان الفايرفوكس. فتحنا كمان فايرفوكس، اقدر ان انا اعمل لها ريستور عشان نشوف شكل التو ويندوز جنب بعض اهم. لو ضغطت على اكتيفيتيز خدوا بالكم هنا ايه اللي ظاهر، مين الاكتيف دلوقتي هو فايرفوكس ويب براوزر. لو انا ضغطت على دوت مين الاكتيف هي الفايلز، خدوا بالكم فوق في النوتيفيكيشنز بار. هنلاحظ هنا لو ضغطت على الاكتيفيتيز بيقول لي فاكرين الالتو تاب عشان اقدر ان انا سويتش بتوين الاكتيف ويندو. لو انا ضغطت على فايلز هي اللي هتبقى اكتيف، وهيبان اسمها موجود فوق عندي هنا. اوكي، عندنا طبعا من ضمن الايكونز اللي موجوده احنا شفنا الفولدر الخاص باليوزر بتاعنا، في عندنا حاجه اسمها تراش، ودي بالظبط شبه الريسايكل بان اللي موجوده في الويندوز. هنلاحظ في شريط على الجنب الشمال اسمه ايبونتو دوك، مش دك دك، دي يبقى بطه، دي دي او سي كي، دي بتشيل الفيفوريت ابلكيشنز الخاصه بينا. اوكي، هنقدر ان احنا نعدل كمان عليها، ونقدر ان احنا نغير مكانها ونكبر شكل الايكونز اللي جواها، وده اللي هنشوفه كمان شويه. هنلاحظ ان الايكون الخاصة بالتشينج لانجوج اتشالت، ده بسبب ان انا شلت اللغة التانية اللي انا كنت ضايفها. بقى دلوقتي في ديفولت لانجوج بس في انجلش، مفيش اكتر من كده. طيب ازاي نادد ده، او ازاي نضيف نعمل اد للغة جديدة من اللغات اللي موجودة عندنا؟ ببساطة خالص انا ممكن اضغط رايت كليك على الديسكتوب، هيبان المنيو او السب منيو ديت، هختار منها سيتنجز. خدوا بالكوا ان اسم اي ويندو بتتفتح موجوده بتبان فوق عندي على الشريط اللي موجود فوق عندي. من جوه السيتنجز هنلاحظ ان عندنا اوبشنز كتير قوي، في منها حاجه اسمها ريجن اند لانجوج. من هنا اقدر ان انا اد اي لغه انا عايزها، لو ضغطت على الزرار ده اقدر اختار Arabic Egypt Arabic اد. لاحظوا فوق ايه اللي هيحصل، بمجرد ما عملت اد اتضافت مباشرة اللي هو اللينك الخاص بالتشينج لانجوج اللي موجود عندي. طيب لو انا حبيت ان انا انقل من اللغة العربية للغة الانجليزية، او الانجليزية للعربية، هروح اختار كده مباشرة، مش كده؟ بقى كده عربي، كده انا لو حبيت اكتب هكتب باللغة العربية. طيب لو حبيت ارجع تاني للانجليش هختارها كده. طيب لو انا محتاج ان انا اعمل الكلام ده من الكيبورد اعمل ايه؟ عندنا زرار اسمه سوبر اللي هو شعار الويندوز اللي موجود عندنا في اي جهاز، وعندنا السبيس بار. بصوا خدوا بالكم ايه اللي ظهر، عربيك او انجلش، انا عمال بضغط على السبيس بار بتنقل ما بين اللغه اللي انا عايزها. هل من الممكن ان انا اقعد لغات تانية؟ اه طبعا نقدر نقعد اللغه اللي احنا عايزينها. عرفنا الطريقه بقى، رايت كلاك سيتنجز، اول ما هختار سيتنجز زي ما اتفقنا هيبان اسمها فوق. خدوا بالكم هنا ظهر ايه في الابونتو دك، ظهر في حاجه مفتوحه اسمها سيتنجز، وباين جنبها بوينت كده صغير. انا من هنا اقدر ان انا اد حاجه تاني، اه طبعا نقدر نقاد، لو ضغطنا كلاك نقدر نقاد اللي احنا محتاجينه.
لو اخترنا ايطاليان هنختار ايطاليان ونقول له اد، هيتضاف اللغة الايطالية. لو احنا بصينا فوق هنلاحظ انجليش وعربيك وايطاليان. لو حبيت ان انا الغي اي لغة من اللغات جست ان انا بضغط على ريموف. اوكي، الديفولت كيز سوبر اللي هو شعار الويندوز والسبيس اقدر اتنقل ما بين اي لغة والتانية. طيب تعالوا دلوقتي نغير الباك جراوند اللي موجود عندنا. اما اضغط رايت كليك واقول له تشينج باك جراوند زي ما احنا شايفين، او اخش على السيتنجز ومن جوه السيتنجز هختار برضو باك جراوند. في عندي جزء اسمه باك جراوند فوق اهو، هنلاحظ ان ابونتو 20.04 بيجي بالديفولت باك جراوند اللي هو واخد التميمه بتاعه الفيرجن الجديد. ممكن نختار اي صوره من الصور اللي موجوده ديت وليكن ده، وهنقفل زي ما احنا شايفين اتغيرت الباك جراوند بسهوله جدا. طيب هو انا ممكن اروح لتشينج باك جراوند، رايت كليك تشينج باك جراوند واختار باك جراوند من عندي. في عندي حاجه فوق هنا اسمها اد بيكتشر، هنضغط عليها. انا باي ديفولت كنت جايب شويه صور خاصه بينا حطيتها عندي في البيكتشر ماي بيكتشرز. هختار اي صوره من الصور اللي موجوده، حتى بيديني بريفيو كده صغير على الجنب اليمين زي ما احنا شايفين. نقدر نختار اي صوره من الصور ديت، انا هختار الصوره دي واقول له اوبن. هنلاحظ انها بقت اد. نقفل ونشوف الباك جراوند بتاعتنا زي ما احنا شايفين اهو. طيب هنلاحظ من الحاجات الجديده في اوبونتو 20.04 حاجه اسمها الدارك مود، ودي بقت يعني ترند عالمي في كل الابلكيشنز تقريبا. مفيش ابلكيشن في الدنيا دلوقتي بينزل الا لما يحط الدارك مود، مش فاهم ليه، بس خلينا معاهم. هنلاحظ واتساب وفيسبوك وكل الابلكيشنز المشهوره جدا كلها بدات تتجه للدارك مود. نبص كده مع بعض من السيتنجز. في عندنا حاجه اسمها ابييرنس، المظهر بتاعنا هو بيجي بالستاندرد زي ما احنا شايفين. ممكن اخليه لايت، شايفين الدنيا اختلفت. هنرجع تاني للستاندرد. بصوا خدوا بالكم من التايتل بار ده، اغماء اهو. لو انا اخترت الدارك مود هيبقى كله دارك مود زي ما احنا شايفين. بعد ما غيرنا للدارك مود هنلاحظ في جزء تحت اسمه دوك. الدوك الخاص بالشريط اللي موجود على الجنب الشمال بيديني اوبشن ان انا اقدر اعمل اوتو هايد للدوك بتاعي. الاوتو هايد هيبان او هيظهر بالنسبه لك لما تفتح اي ويندو فوق الدوك ده. لو انا عملت اوتو هايد بالشكل ده انا بفعل خاصيه الاوتو هايد، وده هيبان لو انا عامل ماكس ماس كده. خدوا بالكم ان الدوك ده مش ظاهر عندي. لو انا عملت مينيمايز هنلاحظ ان الدوك ظاهر زي ما احنا شايفين. لو ضغطت على اكتيفيتيز هرجع تاني الويندو اللي كان شغال عندي. طيب في الايكون سايز الخاصه بالدوك، انا اقدر ان انا اعمل مينيمايز بس عشان اشوف شكل الدوك. بص كده انا اقدر ان انا اكبر حجم الايكونز زي ما احنا شايفين، واقدر ان انا اصغرها زي ما انا عايز. اوكي، بالمناسبه الدوك نقدر ان احنا نحط عليه كل الفيفوريت ابلكيشنز اللي احنا محتاجينها. نقدر كمان نغير البوزيشن من ليفت لباتن، نخليه تحت خالص او نخليه في الرايت سايد من الشاشه عندنا. ناس كتير قوي بتحبه في الباتن، بتحب تشوف شكل الدوك ده في الباتن، انما احنا هنسيبه على الديفولت عشان ما نلخبطش حد. اوكي، نقفل. هنبدا دلوقتي بالابونتو دوك، هنشوف الابلكيشنز اللي موجود عليها وازاي نأد اي ابلكيشن فيفورت او فيفورت ابلكيشن نحب نحطه على الدوك بتاعنا. اول حاجه عندنا وهو الفايرفوكس وكلنا عارفينه، ده البراوزر بتاعنا وده الديفولت براوزر اللي بينزل مع ابونتو. اللي بعديه مباشره ده اسمه ثندربيرد. ثندربيرد بالظبط زي الاوتلوك،
بقدر ان انا استخدمه في ان انا اجيت الميلز بتاعتي او اسن ميل، سواء كان عندي دومين خاص بشركة وعليه ميل عليه فاقدر ان انا اده، او جيميل او واتيفر اي ميل موجود عندي. الجزء اللي بعد كده هي الفايلز، والفايلز ديت هي الخاصة باليوزر فايل زي ايتاك اللي احنا فتحناها مع بعض. عندنا الايكون اللي بعد كده حاجة اسمها ريثم بوكس، وده ابليكيشن خاص بالساوند، خاص بالاوديو بلاير سوفت وير، وهو اوبن سورس وفري. كمان بنقدر نفتح من عليه راديو عالمي طبعا، ونقدر نقاد عليه اي راديو احنا محتاجينه. عندنا الجزء اللي بعد كده ليبر اوفيس، ده عامل زي مايكروسوفت وورد، وهنقدر نشوف كل مجموعه الليبر اوفيس بالكامل ونعرف قصتها ايه، لانها ما كانش بالاسم ده في الاساس، ونعرف قصتها بالكامل. الجزء اللي بعد كده ايبونت سوفت وير، وده اللي بقدر، ده المكان اللي عامل زي الاب ستور بتاعي اللي انا اقدر انزل من خلاله اي ابلكيشن انا محتاجه. وعندي في الاخر هيلب، في زرار تحت خالص اللي هو شو ابلكيشنز. لو ضغطت عليها هنلاحظ في تحت في فلتر، حاجه اسمها فريكوينت وحاجه اسمها اول. اول هيديني كل الابلكيشن زي ما احنا شايفين، ان كيس ان انا بستخدم اكسل كتير فانا ممكن اخد ليبر اوفيس كالكليتر، اضغط عليه رايت كليك كده واقول له اد تو فيفورت، هنلاحظ ان هو اتضاف. ممكن اشيله كمان احطه في الترتيب اللي انا محتاجه زي ما انتم شايفين. طيب بعد ما ضفنا ليبر اوفيس كالكليتر او البرنامج شبيه بالاكسل، تعال نشوف احنا عندنا تو بيجز. لو انا ضغطت على البيج التانية هشوف باقي السوفت وير او الابلكيشنز اللي موجودة عندي باي ديفولت مع ايبونتو 20.04. لو انا ساي مثلا عاجبني لعبة سودوكو ومحتاج ان انا ادها، هقدر ان انا ادها زي ما احنا شايفين، واقدر ان انا احطها كمان في الترتيب المناسب ليها زي ما احنا شايفين. هضغط مرة تانية على شو ابلكيشنز. تعالوا نفتح مع بعض شوية فولدرز، زي مثلا فولدر بتاع ايتاك. فتحنا الفولدر، فاكرين كنا لو سحبنا الويندو ناحية اليمين في اقصى اليمين بيتحول، بياخد نص الشاشة بالكامل زي ما احنا شايفين كده. لو خدناها ناحية الشمال نفس القصة، هياخد النص التاني في ناحية الشمال. لو سحبناها في النص بترجع ريستور، اقدر ان انا اعمل لها ماكس مايز من الزرار ده عادي جدا، واقدر ان انا ارجعها تاني. طيب الكلام ده هل اقدر اعمله بالكيبورد ولا لا؟ تعالوا كده مع بعض. لو ضغطنا على السوبر اللي هو شعار الويندوز، وضغطنا السهم اللي رايح ناحية اليمين ارو كي رايت، زي ما انتم شايفين هو اتحرك لوحده ناحية اليمين. طيب لو هوديه ناحية الشمال هياخد نص الشاشة الشمال. طب لو ضغطت على السهم اللي طالع لفوق هيعمل ماكس مايز، لو ضغطت مرة تانية على السهم اللي نازل لتحت هيعمل ريستور، ده كله وانا ضغط على السوبر. اوكي طب تعالوا نفتح معاه اي ابلكيشن تاني، وليكن مثلا سودوكو. فتحنا سودوكو، هقدر ان انا اختار ايزي مثلا. اوكي فتحت اللعبه زي ما احنا شايفين. هنفتح كمان مايكروسوفت ليبر اوفيس كالكليتر او شبيه بالاكسل. لو احنا ملاحظين هنلاحظ ان هو شبه الاكسل بالظبط. هنعمل له ريستور. بقى عندي دلوقتي في 3 ويندو مفتوحين. اتفقنا ان فوق في التوب بار موجود مين الاكتف دلوقتي، هو ليبر اوفيس كالكليتر. لو انا ضغطت هنا هيبقى الاكتف هو الفايلز، لو انا ضغطت على سودوكو هيبقى سودوكو هي الاكتف. طيب لو انا ضغطت على اكتيفيتيز، ركزوا بقى وبصوا في الجنب اليمين من الشاشه ايه اللي حصل. في الجنب اليمين بقى في 2 ديسكتوب، ديسكتوب عليها 3 ابلكيشن وفي ديسكتوب فاضي. لو انا ضغطت كده هتنقل للديسكتوب الفاضي واقدر ان انا اشتغل عليه. لو انا ضغطت كده هرجع تاني للديسكتوب المليان اللي عليه الابلكيشنز بتاعتي. طيب لو انا فاتح سودوكو
وضغطت على اكتيفيتيز. مين الاكتيف دلوقتي؟ هو سودوكو. ممكن اسحبه كده ومنزله في الديسك توب الثاني. اوكي، وممكن اسحب كمان الفايلز واحطه في ديسك توب ثالث. اوكي، خدوا بالكم ان انا كل ما بزود ديسك توب هو بيزود لي واحد بلانك. طيب ده ممكن يبقى خاص بس بالشغل بتاعي زي ما احنا شايفين اهو. انا عايز اروح لل انذر ديسك توب، اقدر ان انا اضغط دوت، وده يبقى خاص للجيمز مثلا او للالعاب بتاعتي، اقدر ان انا اشتغل بيه زي ما احنا شايفين اهو، واقدر ان انا اروح للديسك توب التالي. طب هو انا كل ما احتاج ان انا اروح للديسك توب هضغط على اكتيفيتيز واروح ناحيه اليمين وابدا اختار؟ لا، عندنا بالسوبر والبيج اب اقدر ان انا اتنقل، بيج داون اقدر ان انا اتنقل ديسك توب تاني، بيج داون اقدر اروح لديسك توب تالت اند سو اون. طبعا اقدر اكريت كتير من الديسك توبس زي ما انا عايز حسب شغلي. ممكن اعمل ديسك توب لشغلي للبزنس، ديسك توب للجيمز، ديسك توب للفايلز بتاعتي، او وات ايفر الحاجه اللي انت محتاجها دلوقتي. خلينا دلوقتي نضغط رايت كليك ونختار open in terminal. ايه الترمينال ده؟ الكوماند لاين. والكوماند لاين ده اللي هياخد مننا وقت كتير في الشغل. احنا بنقدر نعمل كل حاجه من خلال الجرافيكال يوزر انترفيس، ولكن في حاجات هتبقى اسرع بكتير جدا من خلال الكوماند لاين. هنتعلمه ستيب باي ستيب بدءا من الفيديوهات اللي جايه. هناخد جزء تاني في الجرافيكال يوزر انترفيس ونبدا نكمل في الترمينال بتاعنا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.